وإلى تفاصيل هذه النشرة نبدأها بالتعليم. فقد قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن الوزارة تدرس حاليا بدائل إلغاء نظام الثانوية العامة والتنسيق للجامعات. وأضاف الوزير أنه حان الوقت لتغيير نظام التعليم لخلق جيل متعلم مستنير يستطيع المنافسة مع العالم، فيما شهدت عدة لجان بمحافظة الدقهلية تسريب امتحان اللغة العربية للشهادة الابتدائية على فيسبوك، وتداول النشطاء الامتحان بعد نصف ساعة من بدئه. للتعقيب عما لدينا من موضوعات يسعدنا أن يكون معنا بالاستوديو الكاتب الصحفي محمد السيد صالح رئيس تحرير جريدة المصر اليوم. سعداء بوجودك معنا. يمكن لما بنتكلم على التعليم الخبر ذكر أن في إلغاء للثانوية العامة. كل سنة بتحصل أزمة في كل بيت بسبب موضوع الثانوية العامة وهول الثانوية العامة. ممكن يكون خبر براق منذ البداية، ولكن التنفيذ، هل التنفيذ لو ألغي نظام التنسيق والثانوية العامة سيصب في مصلحة الطالب وفي مصلحة منظومة التعليم في مصر؟ والله سؤالك معقد ومش هينفع دقيقة دقيقتين، بس خلينا نقول عناوين بسرعة. الوزير التربية والتعليم يعمل إلى جوار رئيس في المجلس الاستشاري للتعليم قبيل قدوم. كان في مشاكل في الوزير السابق كنا بنتكلم عنها كثيرا. في التسريب السنة اللي فاتت السيد الرئيس تحدث في إفطار الأسرة المصرية مباشرة وقال إن احنا أوعدكم هيبقى في نظام تعليم جديد، نظام ثانوية عامة جديد ونظام تنسيق جديد. احنا جايين، احنا بدأنا موسم الامتحانات، يعني الموسم والتسريبات زي ما الخبر بيتكلم في اكتر من محافظة، حتى مش الشهادة والخطورة هجر ان هو حتى تسريب اللي في المراحل العادية جدا اللي مدرسة او ادارة بتعمل تعليم امتحان خاص بها بس بيتم تسريبه. اعتقد انا عايز اسمع اجراءات حقيقية. اذا عايز تغير نظام الثانوية العامة ايه البديل؟ ما هو المؤتمر العام الذي قالته؟ ما هي البدائل؟ ما هي الدراسات؟ قبل ما تتكلم انا عايز اتمنى من الدكتور طارق شوقي، هو عالم له كل احترام، ان يصمت في هذه المرحله. مش عايزين زياده في ارتباك العائله المصريه طبعا. ويقول لنا عندنا ايه، يقعد يقول انا اقترحت، جبت خبرات عالميه، ازاي فرنسا بتعمل ايه والمانيا بتعمل ايه وامريكا بتعمل ايه والسعوديه بتعمل ايه واحنا هنعمل ايه، في اجتماع مغلق يقعد اسبوعين ثلاثه. ده مهم جدا. في الحالة دي أنا هحترمه وأصبر وما أقولش، إنما ده عنوان خدمة شتى بكرة وخبر رقم عندي إنما زاد ارتباك العائلة وزاد ارتباك كل المصريين. أنا مضطر أشتغل معاه ومضطر أشتغل على التسريبات، إنما مش مفضل ده. أنا أتمنى يكون في نوع من الصمت حتى من الوزير الذي هو له كل احترام وعمل إلى جوار الرئيس، والرئيس اختار وقدرناه وقلنا في برستيج وزير التربية والتعليم عادة من جديد، ولكن عايزون يصمت لغاية ما يقول لنا إيه البديل بدل ما يزيد ارتباك لنا من جديد.